الشر تنجينا من قبل الضو ضو الحب محيينا يا حلو الجو جو الالف بيحمينا نشتاق الشر دايما عم يطلع فينا دخلك يا ربي من هالشر تنجينا بيجي معنا حي مثل الان مندفينا بس المغرور قايم يتمطع فينا بيجي معنا حي بس المغرور دايم يتمطع فينا لازم نتألم حتى نتعلم تبقى الفتنة وحدة تتكلم والحي بيبقى حي بخير وعم يطرد شر وكبر إيمانك يا ابن الحي بونجور مجد شو بدك رولا؟ ماشي كنت جاي اطمن عنك صار الظهر فكرتك بعدك نايم انا منيح البنت وين؟ اي بنت؟ التالي راحت على المدرسة منيح شو ناوي تعمل خيي؟
بشور له بكل شيء. بدك نصيحتي؟ نسى كل شيء مجد، ولا كأنه امبارح رحنا لعند يوسف، ولا كأنه عرفنا شيء. رجع عيش حياتك من أول وجديد، حط كل شيء ورا ظهرك. بدك يعني أنسى أنه صاحبي كان يشغل مرتي، وأنه عرف علي لحتى تسرقني، وكمان بقي على علاقة معه كل فترة زواجنا، مش هيك؟ بدك يعني أنسى أنه مرتي ما خلت رجال من شرها، لا قبل زواجنا ولا بعد زواجنا. إيه خيي، لازم ننسى، لازم ننسى كل هول. لازم. أوكي رولا، رح أنسى كل شيء، بس كيف بدك ياني أنسى أنه ربيت بنت من 9 سنين يمكن ما تطلع بنتي، يمكن تطلع بنت صاحبي، صاحبي يلي صار لي عمر بوسق فيه وبخبره الشردة والوردة، صاحبي يلي عملت المستحيل لحتى أشوفه مرتاح. مجد، أنا أكيدة أنه طالي بنتك. سألت حالك ليه؟ ليه ساندرا ما خلفت غير تالي؟ حاولنا كتير وما مش الحال. أقولك أنا ما بجيب أولاد؟ أقولك ساندرا ما كانت جابت تالي؟ لو ما كانت على علاقة بيوسف؟ شو عملت؟ بعته. ما بصدق، معقول شو صعبة؟ كتير صعبة رانيا، أنا كتير خايفة على مجد، يعني ما بقى عنده غير تاليا بهالدنيا. تاليا وأنت، وإذا خسر تاليا خسر كل شيء. سارة؟ بونجور. بونجور حبيبتي، تفضلي. ماما هون؟ اي جوا، فوتي. يا مش مش قولوا شو جاب عليك يا كلب، شو جاب عليك؟ عبد الله ظهر عبد الله. مين هي؟ مين هي اللي وينها؟ وينها تالي؟ شو بدك من تالي؟ وينها تالي؟ بدي اشوف زبد. فشلت. نعمل فحص. فشلت عرقتك، تالي بنتي. خصمنا عنك بدنا نعمل فحص. لك فشلت عرقتك، ليك ولا كلمة وحدة بقول لك إياها، تنقلع من هيدا البيت وما بتعود تتعصب حياتك. برفع عليك دعوة. اللي بيطلع بإيدك بيطلع بإجرك. برفع عليك دعوة عم اللي بيطلع بإيدك بيطلع بإجرك. خلي المحكمة هي اللي خليك تعمل فحص. أنا أشرح ولي شو ما كنت قوي؟ شو ما كنت قوي؟ أنا أقوى منك، أنا أقوى منك. بجرس. مش فرقاني معي. شو قصدك؟ مش فرقاني معي. اطلع لبرا، اطلع لبرا. تالي بنتي اسمها تاليا مجد عطا الله، ورح تربى بهيدا البيت، وهذا يمكن قصاصها. بدلك شك كل حياتك انه تالي بنتك، ومنك قادر تعمل شيء. رح اعمل. عمول برا. شو بس رح اعمل تالي بنتي؟ عمول برا. رح اعمل تالي بنتي. عمول برا. اطلع لبرا عم اقول لك. تالي. تعالي 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 برا. تعالي فل من هون. يلا تعالي طلع برا. بس فل.
برفع عليك دعوة. اقفل من هون. برفع عليك دعوة. اقفل من هون. راح يلا قصدك. راح قصدك وهلا بتشوف. أنا أشطر محامي بالبلد. اقفل. أنا أشطر محامي بالبلد. خلص مجد. خلص. اتركوا. خلص مجد. اتركوا خليه يفلسك. فوت أنا جوا. يلا. يلا. واطي. راح فرجيك يا مجد. راح فرجيك يا مجد. لك فل من هون بقى فل. راح فرجيك. طلع بالسيارة. طلع بالسيارة. طلع بالسيارة. طلع بالسيارة. راح فرجيك وبنتي راح اخدها. طلع بالسيارة خلص. طلع بالسيارة. بنتي راح اخدها بالقوة. خلص. بالقوة راح اطلع. بالقوة راح اخدها. فل من هون. خبروني انك انت وجهاد رجعتوا لبعض. مزبوط. انبسطت لك كثير. جهاد بجنن. عن جد جهاد ما في مثله. وبيحبك كثير. وهيدا هو الشيء اللي مطمني عليك. ميرسي. ميرسي على الوفاء. سارة انت هون ماما؟ خبريني. ليه مش بشغلك؟ في شيء؟ لا ماما، كنت بشغلة وجيت. في شيء؟ خبريني ماما. لا بس جيت شوفك. طيب أنا عندي شغلة رح أعملها وأرجع. وأنا كمان رح أقوم أعملكم قهوة. بليز خليكم. ما عندي شيء خبريه. مش جاي أحكي أسرار، جاي أحكي قدامكم كلكم. أنا جيت لهون لحتى لي أول شيء لكم مبروك. مرسي حبيبي. يمكن هيدي مش أول مرة بقولها، بس أول مرة بقولها من كل قلبي. حبيبتي أنت، مرسي. أنا كنت زعلانة. سارة. بليز ماما بس خليني كفي. آخر فترة ما كنت حاسة حالي كتير منيحة. كنت كتير زعلانة، حاسة إنه ما في شي عم بيزبط. أصلاً كان كله هيك غريب، كانت الأشياء عم تصير بطريقة كتير غريبة، إن كانت أنا مع جهاد، إن كانت أنت ماما قصتك، سخنت بي. والأشياء اللي كانت عم تصير مع فادي أكيد ما رح نرجع نحكي فيها. يمكن الشغلة الوحيدة الحلوة اللي صارت بهالفترة هي رجعت لجهاد. ولما رجع لي حسيت قد ايه أنا محظوظة إنه قبل يرجع لي بعد كل شيء عملته فيه. عن جد محظوظة فيه لأنه اللي عملته فيه ما بينعمل. أنا مني أحسن منك ماما. مثل ما أنا كان عندي ظروفي وكان أكيد أنت عندك ظروفك. أصلاً اللي عملتيه لو كان صح أو غلط إنه أنا مين لحد اللي أحكم عليك. بس أنا مشكلتي إني بحب بيي كتير. بعرف حبيبتي بعرف.
جمال رح يبقى بيي كثار. أنا ما بدي أفرض حالي عليك. إيه بس أنت كمان بيي. أكيد أنا بيك. بس يعني ما بعرف إذا رح أقدر حبك قدو. أنا مش طالب منك تحبيني قدو. حبيني قد ما فيك تحبيني. المهم بدي إياك تعرفي شغلة واحدة. أنا بحبك كتير. بحبك قدولي وسامر وزياد. بحبك ماما. بتقبريني. عن جد سوري على كل كلمة بشعة سمعتك إياها ما كان قصدي. ما تقولي هيك. حبيبتي ما في أم بتزعل من بنتها أبداً. طب هلا يعني صار لازم عيط لك تيتا؟ تسلمي لي، عيطي لي مثل ما بدك، شو ما بدك قولي، المهم انه انا ستك وانت بنت ابني، تقبريني ان شاء الله. شوفي شوفي يا مجد أنا خايفة منه. ما تخافي بركي رفع دعوة. ما بيقدر يعمل شيء. بكرة أنا بشوف أهم محامي بالبلد ما تعتري هم. بعدين فكرك بهالسهولة بيقدر يقنع القاضي أنه يقبل الدعوة؟ شكله خوفني. سكران يا عمي كأنه عم شوف حدا تاني. أنت عم تشوف الشخص الحقيقي. هيدا إنسان معقد ووسخ. بدك تعمل الفحص؟ لا أكيد لا. بدي خليه يتحسر كل حياته ويفكر إنه تالي ممكن تطلع بنته. بدي خليه يتعذب. ما بعرف شو بدي أقول لك. هاي إجت تالي. طيب أنا طالع على أوضتي. ما بدك تتغدى معنا؟ لا ما بدي حدا يزعجني. في حدا يخلصني وإني شو فيه؟ أنا رح أجي أشوف. خير. بس قبل ما أقليك قولي لي شو عملتي بالشغل؟ طلبت إنه ينقلوني على غير فرع. وقبلوا؟ عصام بعده أخد فرصة. لما يرجع لازم يوافق ويمضي لأنه هو المدير. خير إن شاء الله. المهم يمشي الحال. حتقولوا لي شو فيه ولا لا؟ رح أقول لك. بس هيك موضوع بفضل احكي انا وياك لوحدنا. شو ليه الحين ضلني حقي بيك؟
سارة شو؟ ما سمعت منيح؟ سمعت بس ما صدقت. بعرف انه شغلة بتصدم والغلطة كبيرة. أنا خبرتك القصة كلها، ما فينا منعترف بالغلطة ونجرب نصلحها قد ما تأخرنا. تصلحها؟ سارة أختك أنا مش من زمان عرفت، بس لما عرفت صرت أعتبرها بنتي وصرت حبها مثلكم، وبدي إياكم تعملوها على أساس. شو الموضوع كبسة زر يعني؟ منقرر منحبها أو ما منحبها؟ ما بتصور أنك بتكرهيها، ما هي كانت صاحبتك قبل ما تكون أختك. جارتي مش صاحبتي، هي صاحبة مع سمر أكتر مني. طيب جارتك وأكيد بتحبيها. عادي هلا ما عادت لا صاحبتك ولا جارتي ولا بقى تحبيها؟ بس أنا ما حدا بيحبني. نحنا كلنا منحبك، بس أصحابك بعدوا عنك لأنه أنت جربت تأذيهم. عملي معهم منيح وشوفي كيف بيرجعوا لي. اتفقنا؟ شو بك؟ مات. مين مات؟ سارة بعرف إنه ما كنت منيحة معك ومع غيرك، بعتقد إنه كنت غار منكن لأنه عندكن أمات أنا لا. ما تقولي هيك. أين المصبوط؟ بس أنا بدي أتغير، ما بدي تعني مثل ما أنا. أنت لازم تساعديني لأنك أختي الكبير. ناطرة ما بتدق تخبريهم يا كرار؟ ما بعرف لازم ما هيك؟ لك أكيد. أوكي هلأ بحكي له.